عائشة تخرج من رحم الركام نايف. صحيح. لا أدري كنت تسمعني انقطع الاتصال. أنا لا أدري كنت تسمعني. أسمعك جيدا. ونذكر مرة أخرى مشاهدين الكرام, العربية كانت ترصد معكم لحظة بلحظة محاولات إنقاذ الطفلة عائشة. الآن تم إنقاذها يعني؟ وإخراجها من تحت كومة الركام وهي لا أدري يعني نايف إن كنت تسمعني انقطع الاتصال. إن كنت الآن أنا أسمعك جيدا. الآن يعني فقط الزملاء يحاولون تثبيت الزميل غسان مرة أخرى. تفضل غسان. الآن يثبتون